الإنسان حسن الأخلاق في بيته محبوب، عند الشعب محبوب، عند الله محبوب. أكو في الحديث الإمام زين العابدين إذا أراد السفر إلى الحج كان يذهب مع قافلة لا يعرفونه، لأن قوافل المدينة ومكة وعراق وحجاز يعرفون الإمام، لكن قوافل جاي من الخارج ما يعرفوه. هذول من يمرون على المدينة الإمام يلتحق بهم ويكون فيهم، لماذا؟ حتى يخدمهم. وتدري السفر وتعب وفوق الخدمة. لكن هذا الولد المحترم الشاب أو الشابة المحترمة لا يساعد ولا تساعد أمه ولا أباه في دكانه أو بيته. أنت شاب موظف صحيح، شفت بيتك مو نظيف أكنست. رسول الله كان يكنس بيته، يعني أفضل من رسول الله؟ الرسول يقول الصديقون من أمتي من يخدم بيته، هذا صديق من أمة رسول الله. حقيقي إذا تعلمنا تعاليم الإسلام التف العالم حولنا.